وينك يا هازال؟ مع مين انتي؟ وشو رح يصير؟ يعني بعد طلاقك من أرماك؟ وشو رح يصير؟ ما بدي يتأذى حدا، وبدي يصير الشيء اللي ممكن يفرح الكل. مين ها؟ فورال. شو بده؟ ما بعرف. رح يضل يتصل، لازم رد. نعم فورال. هازال وين انت؟ كثير قلقت عليكي. وليش لا تقلق علي؟ ما كنتي بالمطعم يا مرتي، فأنا آسف لأني قلت لك مرتي، وأمك ما بتعرف وين كنتي. وين ما كنت كون، شو دخلك أنت؟ حاجة اعترفي، أكيد بيعجبك إني ضل أتصل فيكي وأهتم فيكي. ما شو يلي عم تخبصه فورال، ليش لا تعجبني؟ أنت مجنون؟ خلص تركينا من هذا الحكي هلا، وين أنت ومين جنبك؟ أنت ما إلك علاقة. فورال بيك، إذا بتفكر مرة تانية إنك تضايقها لهازال وقتها أنا رح حاسبك بإيدي.